كانت هذه كلمات الأسير مقداد القواسمة لنا قبل أسبوعين عندما كان يرقد في العناية المركزة، اهتدى بها وسط أوجاعه. أستمر في إضرابي حتى أن الحرية. إصرار وعزيمة حاول الاحتلال في اليوم السادس بعد المئة من إضرابه كسرهما بإعادة اعتقال مقداد ونقله من المشفى إلى سجن الرملة، بعدما كانت المحكمة قد جمدته سابقا نظرا للخطورة على حياته بسبب الإضراب المتواصل. ستة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري الذي لا يخضع فيه المعتقل للمحاكمة ولا تقدم ضده لوائح اتهام. أربعة بينهم يصارعون من أجل الحياة هنا داخل ما يسمى عيادة سجن الرملة. الأسير كايد الفسفوس أقدمهم في الإضراب. زرناه في مستشفى عسقلان في اليوم الرابع عشر بعد المئة بعد رفع الحراسة العسكرية عنه بقرار المحكمة التي أعادت تجميد اعتقاله للمرة الثانية. هاي أول مرة بشوف الشمس من ثلاث شهور. فجت الأمن، ممنوع يكون في شباك في الغرفة يعني اللي أنت فيها. كوني في الليل. كنت مكبل في السرير؟ كنت مكبل إيدي ورجلي. في السرير؟ في السرير. ممنوع. ايش تقدرش تتحرك يعني. كان عليك حراسة عسكرية؟ حراسة سجنين. مستمر في الإضراب كايد؟ مستمر طبعا. مستمر حتى حريتي. فراجي على البيت إن شاء الله. أو مستشفى في تحت السيادة الفلسطينية. في فلسطين قد تفترق العائلة أكثر مما تلتقي. المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام يقتربون من شفير الموت ويتلاعب الاحتلال بحياتهم، لكن تاريخ الإضرابات يؤكد انتصار الإرادة دوما. هناء محميد، عسقلان، الميادين.